أنا حقيقة جدا مبسوط حقيقة بشوفتكم، وأنا يعني المجالس هذه ميزتها سلمكم الله إن الإنسان مو بيعزم عمر السعدان ولا يعزم ناصر سي ولا يعزم فلان، أنتم الآن تعزمون ملائكة الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن مجالس الذكر تحفها إيش؟ وتغشاها وتنزل عليها ويذكركم الله في من عنده. أنا أذكر واحد من الإخوة يقول صديقي دخل في بيت أحد الأمراء، يقول لما دخل عليه سلمك الله يقول بدأ يتكلم الأمير، وفي واحد في غيبته كان يقول المجلس فيه وجهة وتجار ووزراء، يقول أثنى على صاحبه، يقول مدحه في المجلس وأثنى عليه، يقول طلعت من خويي من القصر وتوجهت لصاحبي، يقول قلت له يا فلان، قال نعم، قال قبل شوي الأمير الفلاني قاعد يذكرك بذكر طيب ويثني عليك، يقول طبعا ذاك حافظ القرآن، يقول سرت في جسدي الرعشة وارتسمت على قسماتي الدهشة أن فلان ابن فلان الأمير يذكرني في مجلس يحفه وجهة وأمراء ووزراء، يقول طار قلبي، يقول فجأة تغير وجهه شوي، قالوا وش فيك فلان؟ قال تذكرت قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم، يقول أنا فرحت الآن لما ذكرني الأمير وهو مخلوق، فكيف إذا ذكرنا الخالق؟ كيف إذا ذكرنا الملك؟ كيف إذا ذكرنا الرحيم؟ كيف إذا ذكرنا الرحمن؟ لو سمعنا صريف أقلام الملائكة هم يذكرون يكتبون أسماءنا من الذاكرين الله عز وجل لطارت قلوبنا فرحا. فأنتم الآن يا شباب في مجمع تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة، ودي الجميع يجمع قلبه على هذا الأمر، يستشعر أن الله عز وجل أن يشوفه وينظر إليه، وهل المكان اللي أنا جالس فيه الآن مكان رحمة ومكان خير ومكان بركة؟ حتى الإخوة والأخوات اللي يسمعون الآن من خلال عدسة كاميرا قناة بداية، أنتم الآن يشملكم هذا الحديث اللي أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى من فضائل هالمجالس يا شباب إن يعني يأتي يقول جبريل يا ربي فلان الفلاني ما أتى لذكرك، يعني أتى لحاجة من حوائج الدنيا، جاء واحد من الشباب مثلا جاء يأخذ ساعته ولا جواله، ناس قلت يا فلان لزمت عليك تجلس جالس عشاني مثلا، يقول الله عز وجل يا جبريل، هذا أتى حاجة من حوائج، يقول يا جبريل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أشهدكم أني قد غفرت لهم، يقول إن كان يعني بغفر لهم من إبراد هذا الذي أتى لحاجة من حوائج الدنيا. فانظروا سبحان الله أثر مجالس الذكر حتى للي نية فيها غبش أحيانا تغشاه الرحمة. الشيخ ابن عثيمين جاء واحد الشيخ ناصر سأل، طبعا ميزة طريقة الشيخ ابن عثيمين أنه كان يسأل سؤال مفاجئ، يعني مثل الشيخ ناصر تلقى يسألها الشيخ ثم يسأل أبو لبن، الشيخ ماخذ من طريقة الشيخ ابن عثيمين، فالشيخ ابن عثيمين يسأل يفاجئ كذا بسؤال، يشوفك كذا نايم يعطيك سؤال، فشاف له شايب لحيته بيضة وساهي شوي فسأله، قال وش رايك في المسألة الفلانية اللي قلناها في الدرس بداية الدرس؟ قال والله ما أدري يا شيخ. قال طيب المسألة اللي بعدها وش رايك فيها؟ قال والله ما أدري يا شيخ. قال طيب والمسألة الثالثة وش رايك فيها؟ قال والله ما أدري يا شيخ. قال جبرك جاي. يقول فالتفت له الشايب الشيخ بن عثيمين، قال والله يا شيخ محمد أنا سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله إن الله يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أشهدكم أني قد غفرتهم، أنا بها تشملني رحمة الله عز وجل معكم، جيت وحضرت وبها تشملني مغفرة الله ورحمته. ترى هالنظرية هذه يا شباب تجعل قلبك يشتعل حبا لله وحبا لهالمجالس الطيبة اللي تحفك فيها الملائكة وتغشاك فيها الرحمة. الحديث يا شباب عن الجنة حديث عن الوطن الأساسي. واحد من الإخوة سألني قال لي أنت من وين؟ قلت أنا من الديرة الفلانية. قال لي لا أنت من هناك. قلت أجل أنا من وين؟ أنت بخص من ديرتي. قال لا أنت من الجنة. أليس والدك آدم عليه السلام كان في الجنة؟ قلت بلى. قال إذن أنت من الجنة. إبليس أنزل أبونا آدم من الجنة لما أكل من الشجرة، يعني أصولنا وين؟ ترجع الجنة. فترة مثل يجلس عند صالة المطار ثم ينادي منادي الطيارة بتقلع شوي ورايحين يا شباب للجنة. الجنة ميزتها يا شباب لا فيه أمراض ولا فيه هموم ولا فيه غموم ولا فيه أحزان، تموت الأحزان وتموت الغموم وتموت الهموم وتموت الأمراض، بل يموت الموت. تخيل ما عاد في موت، حتى يعني الأكثر الحين تجارة تسأل اللي تلقى عنده قصر في الحي الفلاني وعنده السيارة الفلانية وعنده 5 سواقين وعنده مدري إيش وعنده 10 شركات، تقول وش اللي ضيق صدرك؟ تلقى أكثر شيء ضيق صدره وشو؟ مبسوط. أكثر شيء ضيق صدره وشو؟ الموت. يقول خاف، تلقاه سلمك الله يحاول يتشبب ويروح مستشفيات عمليات التجميل حتى يرجع شباب، تمام؟ الجنة مثبت رقمك،
كم عمر أهل الجنة؟ 33 سنة. هذا عمر أهل الجنة، بالإضافة إن ما فيه موت. فيقول يا أهل الجنة هل تريد، فينادي الله عز فينادي الله عز وجل ملك الموت، ثم يذبح بين أهل الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. فأهل يذبح الموت، فإذا ذبح الموت يقال لهم هذه الكلمة، فإذا فأهل الجنة خلود وأهل النار خلود. فتأملوا هذه المسألة العظيمة، هذه من الأشياء اللي تشوقنا للجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخ ناصر كان جالس مع الصحابة وأخبرهم بقصة عن موسى عليه السلام. قال موسى عليه السلام سأل الله عز وجل، قال يا ربي من أقل الناس حالا في الجنة؟ أبغى أقل واحد في الجنة، منه يا ربي؟ فقال يا موسى ذاك رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، مليارات البشر كلهم دخلوا الجنة، بقى رقم آخر رقم من أهل الجنة ما دخل. فيقول الله عز وجل يا فلان ابن فلان ادخل الجنة. فيقول يا الله وكيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم، الجنة مليانة أشوفها. فيقول الله عز وجل يا فلان ابن فلان هل ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ الآن يا شباب لو واحد صار وزير ولا على المرتبة الممتازة الناس بدوا يهنونه، الآن فلان صار وزير، لا مثل ملك من ملوك الدنيا في النعيم. قال نعم رضيت ربي. قال لك مثله ومثله ومثله وعشر أمثاله. عشرة في خمسة كم؟ 50 ضعف مثل ملك من ملوك الدنيا، هذا أقل الناس حالا في الجنة. سبحان الله. فيقول موسى عليه السلام يا ربي إذا كان هذا أقل الناس حالا في الجنة فمن أعلى أهل الجنة منزلا؟ فيقول الله عز وجل يا موسى أولئك الذين أردت، يعني أولئك الذين أحبهم، غرست كرامتهم بيدي. إيش معنى غرست كرامتهم بيدي؟ لو هيأ لنا ملك من ملوك الدنيا جائزة لأحسن الظن فيه، فكيف بالله عز وجل والله يقول غرست كرامتهم بيدي؟ بيد من؟ بيد الله. بيد الله عز وجل، يعني الله عز وجل هيأ لهم الجنة بيده الكريمة سبحانه وتعالى. غرست كرامتهم بيدي فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحكي هذه القصة للسادة الأصحاب رضي الله عنهم قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طيب إيش المزيد؟ وش رأيكم؟ لهم ما يشاءون فيها. خلينا نسمع من الشباب، في أحد عنده إجابة؟ رؤية الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. في إجابة ثانية؟ يكفي أن الله يعني رؤية وجه الله وأن الله يحلل عليه رضوانه ولا يسخط عليه. يا سلام. يا سلام. يا سلام. أهل الجنة يا شيخ إذا دخلوا وتنعموا بالحور والقصور والنور والخير والخمور، رب العالمين يشرف على أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكمه؟ الله. أنتم ناقصكم شيء؟ فيقولون يا الله وماذا نريد؟ وقد أعطيتنا ما نرجو ومنعتنا مما نخاف. ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه الجميل. فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. طيب لو سألنا أخسر الطرق للدخول أو لرؤية الله عز وجل، وش أفضل طريقة حتى نكون قريبين من رؤية الله عز وجل؟ تفضل. اتباع أوامره. اجتناب نواهيه. صحيح. فعل الطاعات بأكملها. يا سلام. والطاعات المذكورة يعني أسهل شيء على الإنسان الذكر. ما شاء الله. زي ما تفضلت فاذكروني أذكركم. وأعظم الذكر الاستغفار. أنا أشوف الاستغفار هو أقرب باب لرضوان الله سبحانه وتعالى. لأن فيه اعتراف بالذنب وفيه توبة. وفيه سبحان الله يعني آيات، يكفي سورة واحدة في القرآن الكريم اللي هي سورة هود، 5 أنبياء ذكروا في السورة كلهم بدأوا بالاستغفار. يا سلام. وجاء بعد ذكر النبي جاء فضل الاستغفار، إن ربي ودود الرحيم، إن ربي رقيب قريب مجيب، يزدكم قوة إلى قوتكم. يا سلام. أيوة الاستغفار أنا أشوف أنه من أفضل الذكر اللي يؤدي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للمستغفرين، وطوبى هي قيل أنها شجرة في الجنة يسير تحتها الراكب المجد 500 عام لا يقطعها. جميل.
وقيل أنها شجرة في الجنة لحاء ثياب أهل الجنة تقطع من لحائها. يا سلام، من شدة. ما شاء الله، وش تخصصك؟ في الصحة. ما شاء الله تبارك الله. هو في الصحة الجسدية وفي الصحة النفسية ما شاء الله. الله يسلم. القرآن والشريعة. الله على كل واحد منا منورين والله الشباب يا أخي، كل واحد أطيب من الثانية. لو مركزين بعدين يا أخي. إيه. شوف ما شاء الله الشباب اللي هناك ما شاء الله تبارك الله، الله مشايخ ما شاء الله. أنا مبسوط والله. أنا أفرح إذا يعني ترى مهما كان تخصص الإنسان يجب أن يكون موسوعة علمية متحركة يعني في كل التخصصات. نعم شيخنا. أي يحاول الإنسان لأنه الحياة تحب منك هذا. شو اسمه على سؤال الشيخ، كفالة اليتيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين. ما شاء الله. فكفالة اليتيم هي من الأشياء اللي تقربك إلى الله وتدخل الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم عندكم الآن وقف جمعية رحمة. ما شاء الله تبارك الله، رحمة بالفقير واليتيم. راح اسمع آيات من طاهر وارجع لك. طيب لعل فائدة بعد أسلم يعني نحصل برضه فيها مزيد من الأجر إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يقولون يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء. قال فذلكم الوضوء. الإنسان كلما حرص على الوضوء قبل كل صلاة، الصلاة. ثم التزم بدعاء الأذان يعني يردد مع المؤذن، ثم يقول الحديث المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدرجة الرفيعة العالية من الجنة، فأنت تسأل الله يعني شيء رفيع في أعلى مكان وأفضل مكان. نعم. فالإنسان يغتسل بالصلوات 5 مرات صحيح. فالوضوء والمحافظة على الصلوات بإذن الله أنا ستجعلك في الوادي الأفيح في الجنة بإذن الله. أسلم. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. ما شاء الله. بالنوافل. يا سلام. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل وأداء النوافل فريضة. الله سبحانه وتعالى أحب ما يتقرب إليه ما فرضه على عبده، ولكن عندما يجتهد العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل النوافل يبدأ في استثمار مع الله سبحانه وتعالى وطوبى للمستثمرين مع الله سبحانه وتعالى. جميل. أنا طبعا كل كلام الشباب جميل، لكن أقرب الأجوبة إلى ما أريد أو إلى رؤية الله عز وجل، أقرب العبادات التي تقربك الله عز وجل فيها نص هي الصلوات النوافل والصلاة كما ذكر الشيخ. نعم. عشان بعدها تبحر. طيب. تفضل يا طاهر. هو طبعا تعليقا على كلام الشيخ عمر جزاه الله خيرا، أجاد وأفاد ولا